7 بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعناوين. القوات العراقية تحرر ناحية الشورى جنوب الموصل، والحشد الشعبي يتقدم باتجاه تل عفر. الجيش السوري يبدأ عملية استعادة مناطق احتلها المسلحون غرب حلب وسط غارات للطائرات الروسية. أنا راح أروح ككتلة ونحط ورقة بيضاء، وأنا أتبنى على كل واحد بده يصوت سليمان فرنجية يحط ورقة بيضاء. المرشح سليمان فرنجية يعلن أنه سيقترع بورقة بيضاء للرئاسة اللبنانية. 27 شهيدا بغارات للتحالف السعودي في اليمن، وهادي يرفض الطرح الأممي لحل الأزمة. مهرجان قرطاج السينمائي ينطلق في تونس، وقضايا الحروب والإرهاب تتصدر الأفلام المشاركة. مرحبا بكم، نبدأ السابعة مع آخر التطورات الميدانية المرتبطة بعملية تحرير الموصل في العراق. حررت القوات العراقية منطقة الشورى جنوب الموصل بالكامل وفق ما أفاد به مراسل الميادين. جاء ذلك بعد تحرير قريتي البوحمد وعين النصر. وفي المحور الغربي تتقدم قوات الحشد الشعبي في إطار عملياتها الرامية لتحرير تل عفر من داعش. العملية ترمي إلى قطع تواصل التنظيم بين الموصل والرقة، ومنع انسحاب المسلحين من العراق إلى سوريا عبر تل عفر التي تبعد 50 كيلومترا عن مركز محافظة نينوى. قوات الحشد الشعبي أعلنت تحرير نحو 10 قرى بعد إطلاق عملية تحرير تل عفر غرب الموصل. الناطق باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي أكد في مؤتمر صحفي أن الحشد مستعد للمساهمة في قتال داعش في سوريا بعد تحرير الأراضي العراقية. الساحة العراقية والساحة السورية متداخلتان، وإنما عانيناه منذ أكثر من سنتين إنما جاءنا من العصابات والجماعات الإرهابية التي تجمعت تحت دعم من دول معروفة ومن مواقع بينة في سوريا ثم هاجمت العراق. لذلك هذا التداخل يستدعي أننا في العراق بعد تطهير كل أرضنا من هذه العصابات الإرهابية نحن على استعداد تام للذهاب إلى أي مكان يكون فيه تهديد للأمن القومي العراقي. وبالتأكيد الساحة السورية مع ما فيها من تواجد لهذه العصابات هي التهديد الأوسع والأكبر للساحة العراقية، وهذا سيكون بالتأكيد من خلال التنسيق ما بين الحكومة العراقية وما بين الحكومة السورية. ومن أطراف الشورى جنوب الموصل ينضم إلينا مراسل الميادين محمد الفهد. محمد، لو تطلعنا على آخر التطورات الميدانية، ماذا بعد الشورى أو ما الذي يؤسس له تحرير الشورى على خط تحرير مدينة الموصل؟ نعم رامي، لنبدأ من التطور الأهم في المحور الجنوبي، حيث كانت القوات المشتركة قد طوقت الشورى في الأيام الماضية واستعدت لاقتحامها. هي ناحية تقع جنوب الموصل، بالتالي كانت مطوقة من ثلاثة محاور. اكتمل التطويق اليوم، انطلقت عمليات الاقتحام، دخلتها القوات من أربعة محاور. شارك في العملية قيادة قوات الشرطة الاتحادية وفرقة رد السريع والجيش العراقي. دخلت إلى الشورى ورفعت العلم العراقي عليها بعد اشتباكات مع عناصر داعش. تحرير الشورى يؤسس إلى مرحلة جديدة ما بعدها، حيث بدأت هذه المرحلة باقتراب القوات من حمام العليل الذي يبعد عن الشورى 11 كيلومترا، وبالتالي وصلت القوات المشتركة إلى أطراف حمام العليل، وبالتالي باتت تبعد 5 كيلومتر عن ناحية حمام العليل، وهي أيضا
تمثل من المدن التي تقع خارج الموصل وبوابة الموصل الجنوبية. بحسب القيادات الميدانية فأن ما تم حسمه اليوم يعد تطورا استراتيجيا فيما يخص الجبهة الجنوبية للموصل، وبالتالي هنالك عمليات مرتقبة لاقتحام حمام العليل والاقتراب أكثر من الموصل. حمام العليل تبعد عن الموصل 13 كيلومترا، وبالتالي ستكون الجبهة الجنوبية للموصل تبعد عن مركز الموصل 13 كيلومترا. هنالك تأهب، هنالك استعدادات، وهنالك قصف تمهيدي لحسم أمر حمام العليل. بحسب التأكيدات الميدانية بأن المعركة في حمام العليل ستكون أسهل من الشورى، وذلك بسبب يعني العوامل الجغرافية الموجودة. إذا ما تحدثنا عن تحرير الشورى، هنالك أيضا كان العامل الإنساني. استطاعت القوات المشتركة أن تسحب المدنيين خارج مسرح العمليات، ووفرت لهم الممرات الآمنة ومراكز الإيواء. انتهى الأمر في الشورى، وهنالك استعداد لحمام العليل. نتحدث عن المحور الغربي الذي انطلق من الشارع الرابط ما بين أو الطريق الرابط ما بين القيارة والشورى. انطلقت قوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة العراقية بأكثر من محور. هنالك أربعة محاور رئيسية، وهنالك محاور ثانوية باتجاه الجنوب الغربي من الموصل. استطاعت القوات أن تندفع لمسافة 10 كيلومترات داخل الصحراء أو داخل صحراء الحضر وأجزاء من تل عبطة. استطاعت أن تحرر 10 قرى. بعض هذه القرى لم تحصل اشتباكات مباشرة مع عناصر تنظيم داعش بسبب انكفائهم وهروبهم. استطاعت القوات أن تحرر أبرز القرى التي كان داعش يتخذ منها كأجنحة دفاعية، وهي الهرم الأولى والهرم الثانية، وهنالك تلتين أيضا رئيسيتين، تل القصبة وتل الذبان. وكذلك هنالك قرى رئيسية تم تحريرها، وهي قرية الفارسية وقرية الحمزة. القوات عندما سيطرت على هذه القرى اتخذت منها مواضع تثبيت وتثبيت نقاط وتجمع من هذه القرى. الهدف هو الوصول إلى عين الجحش وشركة عين الجحش لمسافة 25 كيلومتر. ما قطعته القوات هو أكثر من 10 كيلومترات. ربما المرحلة الثانية هو الوصول إلى الطريق الرابط ما بين قرية العاشق وما بين عين الجحش إلى الجنوب الغربي من الموصل. هذه العملية وبحسب القيادات الميدانية في يومها الأول حققت أهداف يعني استراتيجية مهمة، لجهة أن القوات قد اندفعت داخل المنطقة دون مقاومة، باستثناء عدد من السيارات المفخخة التي تم تفجيرها عن بعد، وهنالك جيوب تمت معالجتها وقتل عدد من عناصر داعش. هذا الطريق أو هذا المحور الجنوب الغربي غير كثيرا من معطيات المعركة، أعطى زخما أيضا حتى للمحور الجنوبي، لاعتبار أنه سيقطع طرق الإمداد ما بين الحضر وتل عبطة والبعاج وما بين الشورى ومركز الموصل. هذه الجبهة قد انتهت الآن بسبب تقدم قوات الحشد الشعبي نحوها. أيضا لدى قوات الحشد الشعبي خطة للوصول إلى غرب الموصل، تحديدا إلى تل الأحفر، بعد تحرير كل القرى والمناطق الصحراوية في هذه الجبهة، وبالتالي إغلاق الجبهة الغربية الموصل، ومن ثم منع عناصر تنظيم داعش من الهروب من داخل الموصل إلى سوريا أو العكس من ذلك. وبالتالي أصبحت اليوم يعني رامية الجبهة الجنوبية الغربية والجنوبية للموصل هي جبهة حامية ومسرح العمليات تحققت خلالها منجزات وأهداف استراتيجية للقوات العراقية. شكرا جزيلا لك محمد الفهد على مروحة المعلومات والمعطيات التي وفيتنا بها من أطراف الشورى جنوب الموصل. في العراق أيضا استشهد 8 مدنيين وجرح 21 بتفجير انتحاري في حي الإسكان غرب بغداد. مراسل الميادين أفاد بأن انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف مستهدفا موكبا دينيا في منطقة الإسكان. وكان قد استشهد مدنيان وجرح آخرون في انفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبية في منطقة سبع البور شمال بغداد.
إلى سوريا، حيث أطلق الجيش السوري وحلفائه عملية عسكرية لاستعادة المناطق التي سيطر عليها المسلحون في ضاحية الأسد بحلب. وشهد القسم الغربي من الضاحية اشتباكات عنيفة وفق ما نقل مراسل الميادين. الجيش السوري صد أيضا هجمات للمسلحين على محاور عدة، منها محور جمعية الزهراء غرب حلب وسط دعم الطائرات الروسية. يذكر أن المعارك بدأت مع إطلاق المسلحين عملية لفك الطوق عن مواقعهم في أحياء حلب الشرقية. للمزيد انضم إلينا من حلب مراسل الميادين رضا الباشا. رضا، لو تضعنا في صورة الأوضاع والأجواء، ويبدو الأصوات المصاحبة لصورتك يعني تنقل جانبا من أن المعارك ما زالت تشتد. نعم رامي، كما تسمعين طبعا هي أصوات الاشتباك حلب الجديدة، استهدافات الجيش السوري لمواقع الجماعات المسلحة في حلب طبعا ما تزال مستمرة. أود أن أشير رامي إلى نقطة مهمة جدا، منيان القرية الواقع في الجهة الغربية لمدينة حلب لم تسقط بيد الجماعة المسلحة كما تشاع عبر التنسيقيات. ما يزال الجيش السوري يتواجد في أكثر من نصف منيان، يتواجد الجيش السوري إضافة لتواجده في مناشر منيان، أيضا يتواجد الجيش السوري في المناشر الواقعة إلى الجهة الشمالية الغربية أيضا منيان. فيما يتعلق طبعا تسمعين أصوات الاستهدافات، صحيح. هي عمليات عسكرية للجيش السوري المسلحة، يستهدف فيها الجماعات المسلحة طبعا. بطبيعة الحال ما تزال الاشتباكات مستمرة، الجيش السوري يفتح عملية عسكرية واسعة باتجاه النقاط التي سقطت منه في ضاحية الأسد، إضافة إلى نقاطه التي قريبة من منيان، يعمل على دفع الجماعات المسلحة بشكل كامل عن هذه المنطقة. لا بد أن أشير طبعا إلى أن الجماعات المسلحة ما تزال تستهدف بعشرات قذائف الهاون الأحياء السكنية كحي حلب الجديدة الذي نقف بالقرب منه طبعا كما أشرت. بطبيعة الحال لابد أن أشير إلى أن ما يجري هو اشتباك طبعا من الجيش السوري. يبدو بأن حدة الأصوات لن تسمح لي بأن أكمل هذه الرسالة، ولكن لابد أن أشير بأن منيان ما تزال بشكل كامل تحت سيطرة الجيش السوري، عفوا بأكثر من ثلاثة أرباعها تحت سيطرة الجيش السوري، إضافة لتواجد الجيش السوري في مناشر منيان وهي المناطق التي زعت الجماعات المسلحة بأنها دخلتها وتسيطر عليها. تحدثت أيضا أنها دخلت إلى حي حلب الجديدة. هذه الإشاعات عارية عن الصحة جملة وتفصيلا. شكرا جزيلا لك رضا الباشا مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من مدينة حلب. في الحسكة شرق سوريا عقدت اجتماعات عدة بين منظمات الأمم المتحدة من جهة ومحافظ الحسكة وممثلين عن الحكومة السورية من جهة أخرى. اللقاءات تأتي لتنسيق الجهود لاستقبال اللاجئين الفارين من مناطق سيطرة تنظيم داعش في كل من الموصل ودير الزور، ولتأمين احتياجاتهم ومتطلباتهم الإنسانية. أكثر من 5000 نازح وصلوا من مدينة الموصل العراقية ودير الزور إلى محافظة الحسكة السورية لتصبح المحافظة تحت ضغط إنساني كبير، ما استدعى عقد اجتماعات عديدة بين منظمات الأمم المتحدة وممثلين عن الحكومة السورية، والهدف تنسيق الجهود لاستقبال اللاجئين الفارين وتأمين احتياجاتهم ومتطلباتهم الإنسانية، ولا سيما في ريف دير الزور حيث يعيش نحو نصف مليون شخص تحت وطأة الحصار وصعوبة تأمين لقمة العيش بعدما دمر التحالف بقيادة أمريكا معظم الجسور في المحافظة. نقوم على تأمين كافة الاحتياجات التي نراها ضرورية لهؤلاء اللاجئين العراقيين ضمن المخيمات. الإدارة الذاتية الكردية بدورها قامت بتجهيز مخيم في الهول بدعم من مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، حيث تم استقبال نحو 1500 نازح فروا من مناطق الموصل باتجاه الحدود السورية التركية، ومنعت إدارة المخيم كاميرا الميادين من الدخول رغم وصولها إلى مداخل المخيم الرئيسي لأسباب لم تفصح عنها، فيما لا يزال أكثر من 1000 نازح موجودين في ريف الهول في منطقة رجم صليبي في انتظار الموافقة الأمنية للدخول إلى المخيم المعد لاستقبال 100,000 نازح. بالنسبة إلى دير الزور فإن عدد اللاجئين بلغ حتى الآن نحو 3,500 لاجئ، أما بشأن العراقيين فإن العدد في تزايد.
نحن كمنظمات تابعة للأمم المتحدة وبالتنسيق مع مكتب شؤون المفوضية نعمل على تقديم المساعدات المطلوبة للاجئين الآتين من العراق. العدد قليل لكننا نعمل على مساعدتهم. الأمم المتحدة وبتسهيل ودعم من الحكومة السورية بدأت بتوزيع الخيام والبطانيات والمساعدات الغذائية والصحية الإسعافية للاجئين في مخيم الهول. بدورها قامت الحكومة السورية بتأمين نقل أكثر من 1000 شخص من أبناء دير الزور إلى دمشق عبر مطار القامشلي لنقلهم إلى مساكن أقرباء لهم في المحافظات الأخرى أو تأمين مراكز إيواء أخرى نظرا لصعوبة تأمين مراكز لهم في محافظة الحسكة. إلى طهران، حيث قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الأزمة السورية لن تجري تسويتها إلا بمواجهة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي واحترام رأي الشعب. وخلال لقائه منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، أكد روحاني أن على الجميع أن يدرك أن تسوية الأزمة لن تجري بالسبل العسكرية. هذا وغادرت موغريني طهران بعدما التقت أو عقدت جولة ثانية من المحادثات مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف تركزت على الأزمة السورية وسبل إيصال المساعدات الإنسانية. إلى تركيا، حيث أفادت وكالة رويترز بمقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين بقذائف هاون أطلقها مسلحو حزب العمال الكردستاني في إقليم هاكاري جنوب شرق البلاد. الجنود استهدفوا خلال تنفيذ عملية أمنية في البلدة ضمن حملة الجيش التركي في المناطق الكردية. تركيا أحيت يوم الجمهورية الذي يحتفل فيه بمؤسس الدولة الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. وخلال الاحتفال الرسمي الذي أقيمت مراسمه في ضريح أتاتورك، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا جسدت الأركان المؤسسة للدولة من خلال المقاومة البطولية لمحاولة الانقلاب الفاشلة قبل أشهر. استشهد جنديان مصريان بانفجار عبوة ناسفة قرب الشيخ زويد شمال سيناء. مصادر مصرية أفادت بإصابة 3 عسكريين آخرين في الانفجار. يعيش لبنان ساعات حاسمة قبل التئام مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية. كتل نيابية عدة أعلنت دعمها انتخاب المرشح النائب ميشيل عون، وفي آخر المواقف إعلان دعم الحزب القومي لعون في الوقت الذي أعلن فيه رئيس تيار المردى والمرشح الرئاسي سليمان فرنجي أنه سيقترع بورقة بيضاء. عباس صباغ. قضي الأمر، ميشيل عون رئيسا للجمهورية اللبنانية ما لم يحدث أمر طارئ خارج الحسابات المتوقعة. الكتل البرلمانية الوازنة أعلنت دعمها لانتخاب رئيس تكتل التغيير والإصلاح في جلسة البرلمان الاثنين المقبل. وحدها كتلة رئيس البرلمان نبيه بري ستعارض عون، ومعها كتلة المرشح المنافس لعون رئيس تيار المردى سليمان فرنجي. فرنجي ومن دارة رئيس البرلمان دعا النواب المؤيدين له للاقتراع بأوراق بيضاء. يعني كل صوت بده يصوت لسليمان فرنجي حط ورقة بيضاء، وتكون معركتنا تسجيل وراء البيض بدل ما يكون في أصوات يصوتونا. وأنا رح أروح ككتلة ونحط ورقة بيضاء، وأنا أتبنى على كل واحد بده يصوت سليمان فرنجي يحط ورقة بيضاء. الترجيحات تشير إلى أن عون سيحصل على غالبية 1/3 أصوات النواب. الحريري وقبل ساعات من جلسة البرلمان صارح اللبنانيين مكررا تفاهمه مع خصمه السابق الجنرال عون. يعني استسلمت من زمان، استسلمت من 14 شباط 2005، استسلمت لأنه أخذ مصلحتي الشخصية بالانتقام أو مصلحة البلد، فأنا أخذت مصلحة البلد. بدوره بارك المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان مبادرة الحريري. وأتمنى التوفيق للعهد الجديد أن يكون لمصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين. الرئيس سعد الحريري لم يترك فرصة إلا واقترح مبادرة لإنقاذ البلد، وطبعا كان هناك الكثير من العقبات. الآن جميع الأفرقاء تقريبا السياسيين تجاوبوا مع المبادرة الأخيرة.
لبنان أمام ساعات حاسمة قبل الإعلان رسميا عن إنهاء الشغور في سدة الرئاسة الذي بدأ في 24 من أيار مايو عام 2014. الكتل البرلمانية الوازنة في لبنان أعلنت دعمها المرشح لرئاسة البلاد العماد ميشيل عون وسط ترجيحات بنيله غالبية أصوات النواب في جلسة الانتخاب الاثنين المقبل. عباس صباغ، بيروت، الميادين. المبعوث السعودي إلى لبنان وزير الشؤون الخليجية ثامر السبهان التقى في بيروت رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري. كتلة الأخير النيابية عقدت اجتماعا أعلنت فيه حرصها على تأمين النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية الاثنين المقبل وتمسكها بمرشحها النائب فرنجي. أكدت الكتلة حرصها على تأمين النصاب للجلسة المقررة بعد غد الاثنين في 31 الشهر الحالي، كما أكدت على ترشيحها لمعالي النائب سليمان فرنجي. هذا وقد جدد اللقاء الديمقراطي في لبنان الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط بعد اجتماع في بيروت تبني ترشيح النائب ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. معظم نواب اللقاء أكدوا أنهم سيمنحون أصواتهم لعون. يعني أنا عشت في كل مرحلة من المراحل انتخابات رئاسية صعبة، وغدا الاثنين أو بعد غد أيضا سنختم أو أختم إلى حد ما 40 عاما من حياتي بتصويتي للعماد ميشيل عون. ما جرى في الماضي في يوم ما سأشرحه لأنه له أبعاد محلية وإقليمية ودولية. التقينا في اللقاء، اجتمعنا وتشاورنا حول الظروف المحلية والإقليمية، وكما صرحت بالأمس فإن غالب اللقاء الديمقراطي سيصوت مع العماد عون كرئيس للجمهورية في نهار الاثنين. ومن العاصمة اللبنانية بيروت ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي سيد إبراهيم بيرم. أهلا بك سيد بيرم. دعني بداية أبدأ بما له علاقة بإعلان رئيس تيار المردة وهو المرشح الرئاسي اللبناني بأنه سيقترع والتيار بورقة بيضاء. ما التفسير لهذه الخطوة وما الذي أدى إليها برأيكم؟ يعني أنا لا أجد فيها إلا يعني حركة عبثية، يعني لا معنى لها بالسياسة. هو على أعتقد مرشح وأعلن مرارا أنه مستمر وماضي في ترشيحه، وهناك قوى وازنة يعني مثل الرئيس نبيه بري وكتلته سيصوتون له. هذا التصويت بالورقة البيضاء يعني أنا حتى الآن لا أفهم بالضبط ماذا الغاية من ورائه. كان الأجدى والأشرف للنائب سليمان فرنجي يعني يستمر بالترشيح ويخوض المعركة بشكل ديمقراطي طبيعي ويواجه، طالما هو يعني اختار أن يكون في الطرف النقيض لكل هذا الإجماع وراء العماد ميشيل عون. بالتالي حتى الآن يعني لا معنى ولا قيمة يعني كبيرة لهذه الحركة إلا أنها نوع من الفلكلور السياسي والدلع السياسي في هذه المرحلة. ألا تعتقد أنه بنصف انسحاب أو ربما يكون هناك خلفية لاتفاق ما لتفاهم ما؟ يعني كان مفترض أن يكون الأمر قبل ذلك، يعني أن ينسحب خلال الساعات القليلة المقبلة أيضا أمر لا معنى له بالسياسة. أنا أفضل للنائب سليمان فرنجي الذي اختار فعلا أن يكون يعني في مواجهة العماد ميشيل عون، مش من هلأ، من فترة بعيدة، من 9 أشهر، من 10 أشهر، أن يكمل ما بدأه، وبالتالي يعني تستقر الأمور على الصورة التي نعرفها، على الصورة الديمقراطية، وتتنقل صندوقة الاقتراع ويفوز من يفوز بأي نسبة من الاقتراع. هو يعني حسب ما فهمنا منه النائب سليمان فرنجي يحاول من خلال كل ما قام به في الآونة الأخيرة مع اعترافه بأنه الفائز الأكبر هو العماد ميشيل عون، أنه يحجز يكون هو بالمرحلة المقبلة الرئيس المقبل للبنان، أنه هو يعمل معركة وإلى آخره، ليس أكثر ولا أقل.
طيب، وبالتالي ويبدو انه حتى يعني النائب طلال ارسلان تدور الانباء انه ايضا سيعطي ترشيحه للجنرال ميشيل عون، هذا يعني يتمم شكل جلسه الاثنين المقبل يعني بانها خالصه باتجاه نائب ارسلان و يعني نائبي الحزب حزب البعث ونائبي الحزب القومي السوري الاجتماعي، ما زال في لغط حول هذه المساله، يعني هو من المفترض ان يكونوا الى جانب حتى الحزب القومي عماد عون يعني نظرا لعلاقته بسوريا. المفارقة انه هالخمسة اللي عم نحكي عنهم يعني حتى الان لم يحسموا موقفهم، كل لحسابات معينة، يعني على ما اعتقد الحزب القومي يريد ثمن لهذا الامر. على ما فهمنا سيد بيرم انه في موقف للحزب القومي بدعم ترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. قد يكون صدر حديثا، لانه امبارح كانت الصورة مختلفة تماما، او الصبح حتى كان يعني الأمور لا بدأت تتحول باتجاه أنه العماد ميشيل عون فائز، والأمور بلشت يتنع الكل الأفريقاء أنه في صفقة كبيرة يعني تتعدى مسألة الوضع الحالي، وأنه هذه الصفقة لا يمكن لأحد أن يعارضها. نحن نعرف أنه 1992 كان في صفقة يعني العلاقة بالانتخابات النيابية، الرئيس حسين الحسيني حاول يعارضها أنذاك، ومن يوم دفع الثمن حتى الآن، فالكل يعيد حساباته في الساعات المقبلة يعني. شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم بيرم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. دوائر القصر الجمهوري أنهت استعداداتها لاستقبال الرئيس اللبناني الجديد. مكتب الرئيس وقاعات القصر وباحاته تنتظر انتهاء نحو عامين ونصف عام من الشهور الرئاسي. رجعنا. سبق الصحفيون الرئيس اللبناني المقبل إلى قصره. عادت الضجة إلى أروقة القصر الجمهوري في بلد أمضى نحو عامين ونصف عام بلا رأس للدولة. إلى هؤلاء الرؤساء ستنضم صورة الرئيس اللبناني 13. كان صعب كتير وحتى أثر فينا مهنيا، لأنه نحن مش بس منغطي سياسة كمان منتفاعل مع التطورات السياسية، وكانت كتير دراماتيكية أنه يتقفل قصر جمهوري يعتبر هو رأس الجمهورية، وأنا أول من شبه قصر بعبدة عندما وقع بالفراغ بجمهورية الرأس المقطوع. هنا مكتب الرئيس المقبل، الأوسمة البروتوكولية خرجت من الخزائن لتوضع على سترة الرئاسة الأولى. كاد اللبنانيون أن ينسوا هذه القاعات حيث يستقبل الرئيس زواره عادة، قاعة السفراء وقاعة 22 من تشرين الثاني نوفمبر وغيرهما. اكتمل عديد قوات الحرس الجمهوري بعد إعادتها إلى القصر من مهمات خارجية فرضها الشغور الرئاسي. جنود القصر أنهوا استعداداتهم لاستقبال الرئيس الجديد. البروفا مثل ما شفتوها نقصت بس النشيد الوطني ورفع العلم اللي هو بيتم فقط بحضور فخامة الرئيس بإذن الله يوم الاثنين. هذا المشهد من علامات وجود الرئيس في قصره، كل شيء بات جاهزا لعهد رئاسي جديد يعود معه العلم إلى ساريته. معركة الوصول إلى هذا القصر خلطت أوراق اللعبة السياسية اللبنانية، هزت تحالفات وثبتت أخرى. في المحصلة يستعيد القصر الجمهوري دورة عمله الطبيعية شيئا فشيئا بانتظار وصول ساكنه الجديد لينهي عهدا من الشلل الرئاسي هو الأطول في تاريخ الجمهورية. محمد محسن من القصر الرئاسي اللبناني في بعبدة، الميادين. متواصلون بتقديم السابعة ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد في السابعة من الميادين. في اليمن استشهد 27 شخصا في غارات للتحالف السعودي على مناطق يمنية متفرقة، وقد أفاد مراسل الميادين باستشهاد 17 شخصا بغارات على تعز وخمسة أشخاص بغارات على حباب في مأرب. كذلك استشهد خمسة أشخاص آخرين بغارة للتحالف السعودي على رازح بصعدة.
رفض الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي الطرح الذي تقدم به المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لحل الأزمة اليمنية. وأعلن هادي في بيان له بعد استقباله الأخير في الرياض أن الطرح الأممي يحمل بذور الحرب. هادي دعا ولد الشيخ أحمد إلى إدراك متطلبات السلام في اليمن وإزالة ما وصفها بأثر الانقلاب من خلال الانسحاب وتسليم السلاح وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة. ومن العاصمة المصرية القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي اليمني سيد غمدان اليوسفي. أهلا بكم سيد اليوسفي. هل لك أن تفسر لنا أسباب الرفض التي تدفع الرئيس هادي لرفض هذه المبادرة الأممية ويضع أنه تحمل أو يقول أنها تحمل بذور الحرب مع العلم أنها مبادرة أممية من الممثل الأممي والذي يفترض أنه تشاور مع كل الأطراف قبل عرض هذه الورقة، لماذا ترفض؟ أعتقد هذا السؤال أيضا بنفس الدقة بنفس التفاصيل مع تغيير المسميات فقط. يعني كان هذا السؤال طرح بعد طرح المبادرة الأولى في أو خارطة الطريق الأولى في الكويت، يعني حين طرحت على الحوثيين، وهذا الكلام كان قبل عيد الأضحى، وحين طرحت تلك الخارطة على الحوثيين ورفضوها، في المقابل كانت الحكومة قد وافقت على تلك الرؤية. اليوم يعني عاد المبعوث الأممي وعاد صياغة مبادرة أيضا وافق عليها، أو على ما يظهر في الصورة أن الحوثيين وافقوا عليها بينما رفضها الرئيس عبد الرب منصور هادي. ربما هناك ملامح ربما واضحة على مسألة الرفض، أنه أولا هي يعني كانت في بنودها الأولى استهداف لشخص الرئيس عبد الرب منصور هادي، وهو الذي في الأساس لم يكن المشكلة بقدر ما كانت المشكلة العملية الانقلابية برمتها هي التي أدت إلى دخول البلد في هذه الحرب الطاحنة والدوامة والمجازر المريعة. لكن يعني وكأن هذه الخارطة أصبحت يعني تحيل موضوع الإشكالات كلها فقط بوجود الرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه، يعني بغض النظر عن أي شيء. ففي النهاية لم يكن الرئيس عبد الرب منصور هو المشكلة بقدر ما كان الهجوم أو القصف الذي تعرض له قصره في عدن في أول الأمر المشكلة، ومحاصرته في بيته هو المشكلة. بالتالي يعني هذا الرفض كان طبيعي ويعني أمر اعتيادي، كونه أساسا كان بعيد عن ما كان تم التشاور عليه، وأيضا بعيد عن المرجعيات كما جاء أيضا في البيان. وربما سيد اليوسفي يعني بعيد عن المرجعيات الأممية، المشكلة في أنه يعني المرجعيات حتى الأممية، يعني في مبادرة وزير الخارجية جون كيري كان فيها أيضا تغيير، وكانت يعني حازت على نوع من القبول. يعني مرت يعني المحادثات اليمنية بالعديد من المراحل وصولا إلى اليوم، وبالتالي نسأل إذا بعد الرفض يعني ما الذي سيأتي بعد الرفض؟ ربما الإشكالية اليمنية وصلت إلى مرحلة ليست مرحلة يعني الخيارات البسيطة التي يضعها ولد الشيخ، إما أن يذهب بالرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه بعيدا لكي تحل الإشكالية اليمنية، أو أن يتم إقصاء الحوثيين وعلي عبد الله صالح لكي تحل الإشكالية اليمنية. في النهاية لن يخرج المبعوث الأممي أو المجتمع الدولي برمته بحل حقيقي للأزمة اليمنية إذا نظر للملف اليمني على أنه يعني فقط يعني إما يبقى هذا الجزء أو يبقى هذا الطرف. في النهاية ربما كان لدينا الأرضية والقاعدة الأساسية لحل أي إشكالية في البلد، وهي التي خرجنا بها في مؤتمر الحوار الوطني، وتلك الأرضية أعتقد أن العودة إليها هي البداية لحل كل الإشكالات، مع إعادة الواقع السياسي اليمني إلى مرحلة ما قبل الانقلاب وقبل دخول السلاح وقبل اشتعال الجبهات. أم أن يتم تمسك كل طرف بإقصاء الطرف الآخر، ويعني ولو أن الطرف القوي الذي يتحكم بالعاصمة صنعاء هو الطرف الذي يمكنه الإقصاء الآن في هذه المرحلة، لكن ما الذي بيد حكومة يعني تعيش في الخارج أن تفعله في هذه المرحلة، يعني لكي أيضا فقط يعني أن تأتي وتعزز هذا الأمر بإقصائهم إلى الأخير، يعني إقصائهم إلى النهاية من خلال رؤية أممية ربما. لكن من أين سيد اليوسفي؟
يعني هذه الورقة لا تحمل إقصاء ربما ما له علاقة بشخص الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإذا ما كان يعني العمر لولاية الرئيس قد انقضت هذا موضوع آخر، لكن هو المبادرة تتحدث عن أن يكون هناك فريق من الطرفين مناصفة تقوم أو يقوم هذا الفريق باستكمال كل المراحل وصولا إلى دستور جديد، انتخابات جديدة، وحتى يعني عمل مؤسسات بالكامل، يعني لا يتم إقصاء الطرف بالمعنى الذي تقصده. يعني في الواقع إذا نظرنا للواقع الطبيعي الآن على الميدان، يعني هناك ما يطلق عليه رئيس المجلس السياسي في العاصمة صنعاء، وهذا الذي ينظر إليه من قبل طرف معين أنه هو الرئيس الشرعي يعني في هذه المرحلة، بينما الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي حصل على 6 ملايين صوت بغض النظر أن انقضت فترته سنتين، ونحن نتحدث عن ربما رؤساء استمروا يعني كانت الفترة الرئاسية الطبيعية 6 سنوات، يعني بينما تلك المبادرة حصلتها في سنتين، وأنا نتحدث عن أنه لا يستحق أن يعني أن يطول به المقام حتى يتم وضع حل للإشكالية أو حتى إلى الذهاب يعني بتلك الخارطة التي يعني وضعت في 2011 والذهاب إلى الانتخابات والذهاب أو عفوا التصويت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والتصويت على الدستور الجديد. يعني من الذي سيتولى هذه العملية إذا لم تكن يعني هذه الخارطة بنيت على أساس وجود الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي، وبالتالي من الذي انقضى على هذه يعني على هذا المسار؟ أشكرك. بالتأكيد هذا الطرف الذي يتحمل اليوم عب هذه الحرب، وهو الطرف الذي حمل السلاح في البداية وأطلق الرصاصة الأولى. كل الشكر لك سيد غمدان اليوسفي الكاتب الصحفي اليمني، كنت معنا عبر الإنترنت من العاصمة المصرية القاهرة. أحيا الفلسطينيون ذكرى مجزرة كفر قاسم، حيث شارك الآلاف من أبناء المناطق المحتلة عام 48 في مسيرة لمناسبة الذكرى 60 للمجزرة. رئيس القائمة المشتركة في الكنيست أيمن عودة قال في مشاركته إن إسرائيل فشلت في إخراج الفلسطينيين من أرضهم عبر سياسة المجازر. إذا فشلوا بالماضي بالطرد الفعلي يبحثون اليوم عن الطرد من المواطنة، وإذا فشلوا بالماضي بالطرد المباشر فتسعى حكومة نتنياهو إلى طردنا من المواطنة، من الشرعية، من التأثير عبر التحريض علينا. في الماضي انتصرنا على عقلية مجزرة كفر قاسم، واليوم يجب أن ننتصر على العقلية الليبرمانية وعلى عقلية حكومة إسرائيل. مجزرة كفر قاسم استشهد فيها 49 فلسطينيا من أبنائها، بينهم عشرات الأطفال والنساء. نتابع التفاصيل مع ملاك خالد. في موقع هذا النصب قبل 60 عاما جمع الصهاينة جثامين 49 شهيدا فلسطينيا من أهالي قرية كفر قاسم بعد تصفيتهم بدم بارد. المجزرة التي بدأت في الخامسة من مساء 29 من أكتوبر تشرين الأول بالتزامن مع العدوان الثلاثي على مصر عام 56 كانت ضمن مخطط لإفراغ منطقة المثلث من سكانها الأصليين من كفر قاسم جنوبا حتى أم الفحم شمالا. حرس الحدود الإسرائيلي أعلن صباح ذلك اليوم منعا للتجوال يبدأ في توقيت عودة الفلاحين والعمال والرعاة من وديان قريتهم وبساتينها إلى بيوتهم بحجة خرق منع التجوال. قتل رميا بالرصاص رجال ونساء وأطفال، وانتشر الرعب بين أهالي القرية من هول المجزرة. لكن هدف الاحتلال لم يتحقق، لم يرحل أهل كفر قاسم، ازدادوا تمسكا بأرضهم وتحولوا إلى رمز لصمود أهل الأرض المحتلة في مواجهة مخططات الإبادة الجماعية والتهجير. الدم الذي روى تراب كفر قاسم القريبة من طول كرم والتي تعد آخر القرى قبل حدود الخط الأخضر كرسها في الذاكرة الفلسطينية والعربية عنوانا لتحدي الاحتلال ومخططات تهويده لفلسطين. وأنا يا كفر قاسم أنا لا أنشد للموت ولكن ليد ظلت تقاوم. ولليوم يحيي أحفاد شهداء مجزرة كفر قاسم الذكرى ومعهم الآلاف من الفلسطينيين، يؤكدون بغضبهم الممتد 60 عاما وبحفظهم لذكرى أحبتهم أن أحدا لم ينسى ولن ينسى جرائم إسرائيل. ومن جيل لجيل تملأ الدنيا هتافا لا يساوم كفر قاسم كفر قاسم كفر قاسم.
60 عاما على المجزرة، ولا يزال الفلسطينيون يحيون الذكرى بمزيد من التحدي والصمود في وطنهم. هناء محاميد. شوفير مشايف يوم ما هو متطلع، لكن ميتين حاول يعني يشغل. كان الجندي قال له وقف يا كلب. ساعة والله إن بننزل من السيارة عند الباب كانوا يرتبوا علينا إطلاق النار. قبل 60 عاما بقيت هذه السيدة الوحيدة في عداد الأحياء من بين مجموعة نساء وفتيات. عدنا إلى كفر قاسم من قطاف الزيتون ليجدنا حرس الحدود الإسرائيلية متربصا بهن وبباقي العمال. الحاج توفيق نجا هو الآخر، لكنه صار يتيم الأم. صفوا 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 تلزونا هيك. أنا كدريت الله على سعيدها يوميتها 14-20 اللي بكنا في الصف، اللي بأخرنا دورة كانوا تكسر ثم يعني حظوه. كانت الحياة في كفر قاسم قبل المجزرة الإسرائيلية الرهيبة وادعة، لكن في غضون ساعات قليلة قتلت 49 شهيدا وشهيدة تتنكر إسرائيل لدمائهم حتى اليوم. لكن هذه البانوراما التي تسرد تفاصيل المأساة تجسد ذاكرة الفلسطينيين التي تأبى النسيان. ممنوع التجول على كفر قاسم. هنا عملية الدفن السرية لإخفاء الجريمة، وهنا المحكمة السورية التي قضت بتغريم المدعو شدمي مصدر أوامر القتل قرشا واحدا. قاموا بإغلاق جميع المنافذ وفتح المنفذ الشرقي حتى جميع الناس تهرب وتلجأ للحدود الشرقية للأردن، وهناك عمليا قالوا بنقتل واحد والباقي بهربوا، ولكن في 56 لم يرحل أحد وبقي أهلنا ثابتون في الوطن. وكما في كل عام تنطلق هذه المسيرة الحاشدة من أمام النصب التذكاري لشهداء المجزرة وتجوب شوارع كفر قاسم التي صمدت. هناء محميد، مدينة كفر قاسم، الميادين. مع اشتداد حدة التنافس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دعت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الإفراج عن جميع المعلومات التي لديه فيما يتعلق باستخدام بريدها الإلكتروني الخاص، فيما رأى المرشح الجمهوري دونالد ترامب أن FBI ووزارة العدل يعتزمان التحلي بالشجاعة لتصحيح الخطأ. هبة الله بيطار. من حيث لم تحتسب جاء قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي ليغير حسابات هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية التي وضعتها استطلاعات الرأي على أعتاب البيت الأبيض مهددة بانتكاسة. فمدير مكتب FBI أعلم نواب الكونغرس بأن فريقه سيحقق مجددا في قضية بريد كلينتون الإلكتروني بعد ظهور رسائل جديدة قد تكون وثيقة الصلة بالتحقيق. قبل أقل من أسبوعين من موعد الانتخابات أعيد فتح هذا الملف، الأمر الذي استهجنته كلينتون الواثقة من أن النتائج التي توصل إليها المكتب سابقا لن تتغير. نحن على بعد 11 يوما من انطلاق ربما أهم انتخابات وطنية في حياتنا. التصويت يجري في بلدنا بالفعل. الشعب الأمريكي يستحق الحصول على الحقائق كاملة وشاملة على الفور. مدير التحقيقات الفيدرالي قال إنه لا يعلم ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني ذات أهمية أم لا. أنا واثقة أنه لن تتغير النتيجة التي توصل إليها مكتب التحقيقات في تموز يوليو الماضي، وبالتالي يجب على المكتب شرح هذه القضية والسؤال عن كل شيء من دون تأخير. المرشح الديمقراطي اقتنص الفرصة ليصوب على منافسته دونالد ترامب. وصف نظام مكتب التحقيقات الفيدرالي سابقا بالاحتيالي عندما لم تتفق نتائج التحقيقات مع أهوائه.
عاد اليوم ليعبر عن احترامه للمكتب لإعادة فتحه الملف. لدي احترام كبير للإف بي آي لتصحيح هذا الخطأ. الشعب الأمريكي يفهم تماما فساد كلينتون. نأمل جميعا أن تأخذ العدالة مجراها أخيرا. هذه أكبر فضيحة سياسية منذ ووترغيت، وأنا متأكد من أنه سوف يتم التعامل معها بشكل صحيح من هذه النقطة إلى الأمام. كل يوم بات يحمل مفاجأة جديدة في السباق الرئاسي الأمريكي. حدة المنافسة بين المرشحين تشتد مع اقتراب 8 من نوفمبر تشرين الثاني موعد الانتخابات، ودخول البيت الأبيض أمر لا يضمنه أي من كلينتون أو ترامب مهما زادت استطلاعات الرأي في حظوظ أحدهما أو قللت منها. انطلقت في تونس الدورة 27 لأيام قرطاج السينمائية، وتشهد الدورة مشاركة مئات الأفلام العربية والأفريقية التي تعالج قضايا المنطقة من حروب وإرهاب. مراد الدلنسي. الدورة 27 لأيام قرطاج السينمائية تتزامن مع مرور 50 عاما على انطلاق هذه التظاهرة الثقافية المهمة في المنطقتين العربية والإفريقية. دورة ستشهد عرض أكثر من 300 فيلم تمثل السينما الإفريقية والعربية. طبيعة الأفلام اللي أنا شفتها في الكتالوج بتعبر عن ثقافات سينمائية متعددة، تقدر تقول انها يعني فيها من الشرق ومن الغرب. ما فماش رساله، احنا نطرح اسئله من بينها كيفاش نعملوا مع التوانسه 5000 تونسي اللي موجودين في سوريا اليوم، كيفاش نتعاملوا معهم اجتماعيا وانسانيا. تونس تعيش عرسا سينمائيا، فايام قرطاج السينمائيه اختار المشرفون عليها أن تكون موجهة إلى سينما المنطقتين العربية والإفريقية. الأفلام متاع شباب، ثم جيل جديد اليوم في السينما العربية وفي السينما الإفريقية هو اللي بشي يقدم الأفلام متاعه، وهذه أهم حاجة. حفل الافتتاح شهد مشاركة سياسية رفيعة، ولعل في حضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعض السياسيين رسالة طمأنة إلى المهرجان والمشرفين عليه بأن الأمن مستقر. ما تلهاش بالثقافة، ما هوش سياسي، الثقافة جزء من الكيان بتاع المجتمع وجزء من أي مشروع من المشاريع بتاع أي قوة سياسية في البلاد. ما يمر به العالم العربي من أزمات إضافة إلى قضايا دول العالم الثالث من فقر وحروب وإرهاب واستبداد، كلها تشكل أبرز مضامين الأفلام المشاركة. نجاح هذه الدورة من أيام قرطاج السينمائية هو نجاح تنظيمي وأمني أساسا بالنسبة للحكومة التونسية. أما النقاد والمتابعون والقائمون على هذه الدورة فيسعون إلى كسب رهان الجودة، بحيث تكون الأفلام المعروضة ناجحة فنيا وتقنيا. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. يشيع غدا الموسيقار اللبناني ملحم بركات الذي رحل أمس بعد 70 عاما من الإبداع والتميز. الموسيقار غادر بصمت تاركا وراءه إرثا فنيا لأجيال آتية، هو الذي دافع بشراسة عن الأغنية اللبنانية طيلة مسيرته الفنية، وكانت له مواقف سياسية لافتة، غنى للأرض وناصر المقاومة. مشى الموسيقار ملحم بركات في طريقه 70 عاما من الإبداع والتميز. ختم بركتها بنوتة حزينة، عزف لحنه الأخير وغادر بصمت الكبار. أبو مجد ترك خلفه أمجادا موسيقية وتركة فنية لم يورثها للبنان وحده بل لكل العالم العربي. حب اللي غاب من عمري أنا، حياتي عذاب، حرمت الهنا الهنا. ابن بلدة كفرشيمة اللبنانية لم تقهره البدايات الصعبة، بل خذله مرض خبيث قبل عام. اعتزل الفن خلال فترة الحرب اللبنانية، ثم عاد ليضرب مع أرضه موعدا. موعدنا
ومطرب الضيعة انطلق في أول عمل مع الملحن فيلمون وهبي، تعاون مع الرحابنة وروميو لحود، وشارك في أكثر من مسرحية مع الشحرورة صباح، فكانت للفنون جنون. وقف بركات بفخر أمام فيروز في مسرحية فخر الدين، وتأثر بفن الموسيقار محمد عبد الوهاب، فوهب الفن عمرا وكان فرح الناس. كانت سوريا من الليل اللي بينحبوا عند الموسيقار. على وتر السياسة عزف مواقف مثيرة للجدل، غنى للأرض وناصر المقاومة، فكان الفنان الشقي والمثير والثائر على اللحن والسياسة والحياة. أيها الأقرب لقلب نحن بركات حزب الله. ليش؟ ليه اخترت حزب الله؟ أول شيء حررك بلدك، حررك ضيحك من إسرائيل. قرار طلع اليوم، قرار دولي وبعض الدول العربية اخدين قرار بدون ينهوا شيء اسمه حزب. قاتل بسوريا ولا ما قاتل بسوريا؟ على بابي واقف قمرين واحد بالسماء. على باب ملحم الزوجي وقف قمران، فتعددت زوجاته، إلا أن الموسيقى كانت حبيبته الوحيدة. بلغي كل مواعيدي كانت أولى ألحانه، إلا أنه عجز عن إلغاء موعده الأخير، فاعتزل الغرامة والحياة. بهذا نصل إلى ختام السابعة، نذكركم بعناوينها. القوات العراقية تحرر ناحية الشورى جنوب الموصل، والحشد الشعبي يتقدم باتجاه تل عفر. الجيش السوري يبدأ عملية استعادة مناطق احتلها المسلحون غرب حلب وسط غارات للطائرات الروسية. أنا راح أروح ككتلة ونحط ورقة بيضاء، وأنا أتبنى على كل واحد بده يصوت ثمان فرنجية يحط ورقة بيضاء. المرشح سليمان فرنجية يعلن أنه سيقترع بورقة بيضاء للرئاسة اللبنانية. 27 شهيدا بغارات للتحالف السعودي في اليمن، وهادي يرفض الطرح الأممية لحل الأزمة. مهرجان قرطاج السينمائي ينطلق في تونس، وقضايا الحروب والإرهاب تتصدر الأفلام المشاركة. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير، إضافة إلى مشاهدة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقع الميادين باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. الزميلة علا ملاح تكون معكم بنشرة مفصلة على رأس الساعة. إلى اللقاء.